إذا مشاهدينا الأعزاء، كان هذا عرضا لأبرز الأخبار والعناوين التي جاءت في الصحافة حول الشأن الدولي. نتابع معكم ونستعرض أبرز العناوين أيضا والأخبار التي جاءت في الصحافة حول الشأن العربي. نبدأها بموقع 24 الذي يقول عن ليبيا: الجيش الوطني يقصف معسكر رحبة الدروع في تاجوراء. إلى موقع الشرق الأوسط السعودي: القضاء العراقي يطلق حملة لملاحقة الفساد، حكم بالسجن 7 سنوات على رئيسة مؤسسة الشهداء. هذه القرارات تأتي في سياق محاولة الحكومة للاستجابة لمطالب المتظاهرين المستمرة لأكثر من 22 يوما منذ 25 من أكتوبر الماضي، والمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية وإنهاء الفساد. إلى موقع الوطن: رؤساء وزراء سابقون يطالبون بترشيح الحريري لرئاسة حكومة لبنان. إلى صحيفة البيان الإماراتي: تضاعف معدل هدم الاحتلال للمنازل في القدس. صحيفة سبق الإلكترونية السعودية مشيرة للغارات الجوية والأرضية التي أسفرت عن سقوط الضحايا المدنيين: الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الوضع في شمال غرب سوريا. إلى موقع القبس: الرئيس التونسي يكلف حبيب الجملي بتشكيل الحكومة. حبيب الجملي رئيس الوزراء المكلف كان قد رشحته حركة النهضة الإخوانية بعدما حصلت أيضا على رئاسة مجلس النواب الذي أصبح رئيسه راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة. إلى موقع الإمارات اليوم: جرجاش يقول الخيار العربي الضمان الأساس في الظروف الإقليمية الاستثنائية. إلى وكالة الأنباء الكويتية: وصول طائرة رابعة من المساعدات عبر الجسر الجوي الكويتي للسودان. إلى موقع العين الإخبارية: تجدد المظاهرات الرافضة لانتخابات الرئاسة في الجزائر. كانت السلطات الجزائرية قد حددت 12 ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية بعد الأزمة السياسية الموجودة حاليا في الجزائر عقب استقالة الرئيس الجزائري الأسبق بوتفليقة. لبنان 24: الأمم المتحدة تتحرك، قرار يطالب إسرائيل بوقف استغلال موارد فلسطين والجولان. ربما يقصد في هذا الخبر الموارد البحرية، هناك اتهامات توجه إلى سلطات الاحتلال بأنها تقوم بالاستيلاء على الموارد لفلسطين والجولان وأيضا لبنان فيما يتعلق بالغاز في شرق المتوسط. إلى صحيفة الاتحاد: مصادر سودانية للاتحاد: الحكومة تبحث عن حلول عاجلة لأزمة المواصلات. صحيفة الأيام في السعودية: السجن 32 عاما وغرامة 9 ملايين ضد 5 مسؤولين فاسدين. إلى موقع الرأي: إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال جنوب غزة. إلى موقع صحيفة الخليج: وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يقول: نعمل مع السعودية لمواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار. سوريا المصغرة يرفض التغييرات السكانية. سوريا المصغرة طبعا هي لجنة تعديل الدستور المنبثقة على اللجنة الموسعة. إلى صحيفة عكاظ: في بغداد الشرطة تقتل محتجين وانفجار يقتل 4 أشخاص. مساء أمس كان هناك انفجار في وسط بغداد بين المتظاهرين أسفر عن وفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين. هناك اتهامات توجه لبعض الجهات بأنها تود إخافة وترهيب المتظاهرين من أجل مغادرة الميادين، الذين هؤلاء المحتجين طبعا أو المحتجون يطالبون بتغييرات وإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد، وهناك البعض الذي يتمادى في هذه المطالب ليصل إلى تغيير النظام السياسي في العراق. إلى صحيفة اليوم: الكويت ترصد زلزالا قوته 3.4 درجة بالروضتين. إلى صحيفة الأنباء: قتلى وجرحى وإحراق منازل مسؤولين وإضراب في النجف.